بودينج يوركشاير من أحلى المخبوزات اللي ممكن نعملها في البيت وأسهلها، بمكونات بسيطة موجودة في كل بيت. ممكن تقدميه على الفطار صنف حلو أو حادق أو مع المشويات. مقاديرها في منتهى السهولة، هما 3 مقادير بالظبط: 300 ملي لبن كامل الدسم حوالي 1.5 كوباية من الكوب المعياري، و 200 جرام من الدقيق اللي هو لجميع الاستعمالات برضو حوالي 1.5 كوباية، ومعلقة صغيرة ملح، و3 بيضات. أهم حاجة المكونات دي يكونوا في درجة حرارة الغرفة، ومعانا زيت للخبز. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. الأدوات اللي هنحتاجها بسيطة جدا: بولة ومضرب البيض. نبدأ نحط المكونات بتاعتنا. هنبدأ بالبيض الأول، 3 بيضات، وهنحط عليهم اللبن ونقلبهم كويس جدا مع بعض لمدة ما تقلش عن دقيقة عشان كل المكونات تتجانس مع بعضها كده. تمام. هنحط الدقيق، هنحطه كله مرة واحدة ونبدأ نقلب تاني. نسينا الملح، هنحط معلقة الملح الصغيرة بس كده. كده كل المكونات بتاعتنا حطيناها. نقلب بقى كويس لحد ما الخليط ده يبقى كريمي، ما يكونش فيه اي تكتلات، عشان يطلع معانا البودنج ناجح. ناخده بقى على التلاجة عشان يرتاح لمدة ما تقلش عن 30 دقيقة. هنجهز الصينية للخبز. انا هنعمله النهاردة ان شاء الله في صينية المافن، عشان انا بحبه يكون قطع صغيرة. ممكن تجيبي صينية كبيرة وتحطي فيها مقدار العجين كله، وبعد ما يستوي بتقطعيه زي ما انت عايزة. هنجيب الزيت ونحط حوالي معلقة صغيرة او معلقتين حسب المكان. المهم ان قاع الصينية يتغطى تماما بالزيت. هي دي طريقة عمايله، لازم يتعمل بالطريقة دي وإلا مش هينجح معاكي. هنحط كده الزيت زي ما احنا شايفين. خلاص حطينا الزيت في كل الصينية. هناخد بقى الصينية على الفرن، حرارته 220 درجة مئوية، كنا مولعينه من قبلها بحوالي 10 دقائق عشان يسخن. الصينية طلعناها من الفرن، الزيت سخن، وجبنا كمان العجينة اللي كانت في التلاجة، وهنصب العجينة لحد حوالي ارتفاع 3/4. هنسيب حتة صغيرة في الاخر. خلصنا كل كمية العجين. هنرجع الصينية على الفرن، هياخد حوالي من 15 لـ20 دقيقة على ما يستوي ان شاء الله. طلع العيش بتاعنا او الخبز او البودينج اخد حوالي 20 دقيقة في الفرن. بودينج يوركشاير خبز شكله جميل وطعمه اجمل. اتمنى الوصفة النهاردة تكون عجبتكم، واشوفكم في وصفة جديدة قريب ان شاء الله.